الحارس اللي بيذاع يعني على شاهد في اي بي. اوكي كلميني عن التجربه في المشاركه في الحارس، وعايزه اعرف انت شايفه ازاي تجربه شاهد في اي بي اللي مكسره الدنيا دلوقتي. هي تجربه حلوه جدا وجديده ومختلفه. انا كنت مشاركه يعني ضيفه شرف، ما كانش دور رئيسي، وكنت مبسوطه جدا ان انا موجوده مع المجموعه، وكان اول تعاون بيني وبين ياسمين رئيس، وتاني تعاون بيني وبين فيشاوي، فكنت مبسوطه جدا. وفكره ان يبقى في منصات زي شاهد وزي حاجات تانية يعني، دي فكره جديده وحلوه، انا مبسوطه بيها. واضح كده كده ان في معزه بقى، يعني كمان كان بيتذاع لك حصريا في رمضان مع أس كان اتنين في الصندوق. اتنين في الصندوق. انا عايزه اعرف بقى وحمدي، المشاركه دي جت ازاي مع أس وحمدي المرغني. من احلى الكواليس يعني، من احلى الكواليس، ودمهم خفيف جدا جدا، والواحد بيشتغل وهو مرتاح قوي قوي معاهم. كنت مبسوطه قوي بصراحه، كانت تجربه هايله. حاجه ما تنسيهاش كده حصلت في الكواليس يا نهى، انا مش متخيله أس وحمدي المرغني، يعني ايه اللي هيحصل مبدئيا بقى؟ انا عمري في حياتي ما كنت بضحك بالطريقه دي، يعني من اول ما بدخل اللوكيشن انا ما ببطلش ضحك، مش عارفه افصل، مش عارفه امثل ساعات يعني، حمدي بيفضل يضحكني مش عارفه افصل، بس كانت تجربه حلوه قوي قوي، واتمنى ان هي تتكرر ان شاء الله. قولي لي بقى، انا بصي باخد من الاخر انت وبرجع جايبه للاول، بحاول الحقها يا جماعه، بحاول الحقها انا في كام اسفه على دقيقه. التاخير جدا يا جماعه، انت انا السبب. نورتينا يا نهى، لا انت منورانا في كل ميرسي. الاحوال. خليني اعرف منك، انت البدايه اصلا جت ازاي؟ قدمت في معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج، واتقابلت في المعهد ودرست، ومن هنا جت البدايه بقى. ايه اول عمل اشتركتي فيه وكان بالنسبه لك النقله يعني؟ انا يعني بصي، او في حاجات ساعات بتبتديها بتبقى يعني لسه بتسخني كده، وفي اعمال هي نقطه تحول في حياتك. انا من الاعمال اللي بالنسبه لي مهمه ونوس، حلاوه الدنيا، سيدنا السيد، دي من الاعمال المهمه بالنسبه لي اللي هي فعلا عملت لي نطاط. الشغل بقى مع الدكتور يحيى الفخراني من اعظم ما تعلمتي يمكن، منه ايه؟ من تعلمتي منه اعظم ما ايه؟ يمكن، الالتزام، الانضباط، ازاي اذاكر الشخصيه، لا من اعظم ما يمكن يعني، عارفه اصل الفن. وقفتي كمان مع يسرى طبعا نجمه جميله اصلا، من يعني اهم تتحب على نجمات المستوى مصر الشخصي طبعا. كمان، اتعلمتي منها ايه؟ انا لاحظت حاجه مشتركه ما بين كل الفنانين اللي هم من الاجيال اللي يعني ايه سبقونا، الالتزام، الانضباط. يمكن كمان في حاجه مهمه، انا في الفتره اللي انا جيت قلت فيها انا مش عايزه اكمل او كده، دي قله خبره مني يعني، انا اما كنت بقعد معاهم الناس دي مع الخبره والشغل والاحتكاك بيوصلوا لمرحله اتزان، يقدروا يكونوا يعني حتى قراراتهم متزنه وفي خبره زياده، فخدت شويه خبره وما زلت لسه طبعا، انا لسه خبرتي يعتبر قليله، فاتمنى ان التجربه اللي انا عديت بيها دي والفنانين الكبار اللي انا بحتك بيهم اخد منهم خبره اكبر. انا عاجبني فيك الحياه كمان يا نهى، يعني ما شاء الله انت شخصيتك جميله وصريحه ومتصالحه مع نفسك، وما حاولتيش تجملي حتى اي حاجه حصلت، يعني اي حد كان ممكن يطلع يقول لك اصل الفن فيه مشاكل وانا عشان كده اعتذرت وبعدت ما فيش حاجه ما فيهاش مشاكل، واحنا نفسنا فينا مشاكل، فطول الوقت المفروض نشتغل على نفسنا ونطور من نفسنا. بالمناسبه انت اصلا بتعملي حاجه تاني جنب الفن، يعني لما اخدتي قرار الاعتزال كان في شغل تاني او حاجه تاني؟ لا ده هو ما هو ده الفن دليل بس. على ان انا ما كنتش متزنه. لا بتضحي بكل حاجه فجاه. لحظه جنان فعلا، انا كنت بمر بحاله اكتئاب، في ناس هتصدق وفي ناس مش هتصدق، بس برضو يعني دي الحقيقه وده اللي حصل، هي حاجه ترجع لك اصلا المقربين عارفين ده، وانا بحترم كل وجهات النظر، وفعلا في ناس شافت ان ده شو، بس مش تركيبتي يعني، اللي عارفيني عارفين ان مش دي تركيبتي خالص. المهم ان انت رجعتي، دي اهم حاجه. قولي لي الحمد الجديد لله. بتاعك الفتره الجايه ان شاء الله. انا ان شاء الله داخله حاجه مع استاذ طارق العريان ان شاء الله قريب ان شاء الله. دراما ولا سينما؟ يعني مش حابه سر قولي شوي، بس حاجه كده عديها ما تخافيش. دراما سينما كده. دراما سينما. ماشي خلاص وصلت كده. بس وفي حاجات لسه بقراها، مرحله القرايه، وان شاء الله خير. انت حابه اصلا تركزي على السينما اكتر ولا التلفزيون اكتر؟ مش حاجة معينة، أنا اللي يفرق معايا الدور اللي هيقدم لي وهيضيف لي يعني، الموضوع مش إن أنا أركز في اتجاه معين، أنا أهم حاجة إن أنا ألاقي حاجة أطور فيها نفسي، تضيف لي، أحس إن أنا مختلفة، بجدد بس.